كما ترون إخوان كيليان إمبابي يعني أفضل وأقوى نسخ هذا الباكج في مقطعين هذا إخوان. وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم أفضل وأقوى ثغرة سوف تراها يا أخي كريم في يوتيوب لزيادة حظوظك بنسبة خيالية لحصولك على أفضل نسخ يعني باكج نجم الأسبوع الخاص بتشامبيونز ليج يا أخي كريم. يعني قامت اللعبة بإعادة نشر بعد الباكجات القديمة وإن شاء الله سوف نحصل من هذه الثغرة على أفضل النسخ. ملاحظ إخوان بالنسبة لأفضل نسخ من ميكيل مورينو فما فوق يعني ديليخت، ألفاريس، ماركينيوس، بيدري، نويار وكريزمان، برناردو سيلفا، حكيمي، فالفيردي، ديمبيلي، جيسوس وكذلك كفارديول وهاريكين ودي بروين وكيليان امبابي. إذا حصلتم على نسخة من هذه النسخ فاعلموا يا أخي الكريم أنكم حصلتم على أفضل نسخ هذا الباكج. بالنسبة لأول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند أشرف حكيمي مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند اللاعب فالفيردي، ثم إخوان سوف ننتقل عند اللاعب نويار أو الحارس نويار مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم إخوان مرتين عند كريزمان، نفس الشيء عند برناردو سيلفا، ثم يا إخوان سوف ننتقل عند اللاعب بيدري مرة واحدة هكذا والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند اللاعب ماركينيوس، ثم يا إخوان سوف نصعد فوق عند هاري كين مرتين، عند كفارديول نفس الشيء، ثم يا إخوان عند كيفين دي بروين مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا. ديمبيلي إخوان نسخة جبارة لهذا اللاعب 3 مرات هكذا، ثم 4 مرات عند كيليان امبابي، ثم إخوان مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية أو بالكوينز. وبهذا اخوان سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه من هذه الثغرة. كما ترون اخوان كيليان امبابي يعني افضل واقوى نسخ هذا الباكج، يعني الثغرة سوف اقول انها شغالة بنسبة 100%.